السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد على القناة. كيف ما كنشوفوا في الصورة، غادي نديروا اليوم كرواسة، لكن كرواسة اللي غادي نديروا اليوم ماشي بالفورس، غنديروه بفارينة وغنديروا فيها خميرة بلدية، نخمروها بالخميرة بلدية. عندي هنا دقيق ديال الفارينة كيف ما كتشوفوا كيفاش داير. عندي تقريبا هنا عندي نص كيلو تاع دقيق ديال الفرينه، وعندي واحد الكميه ديال الخميره ديال بلديه، تقريبا واحد كاس العنبه ديال الخميره بلديه. خميره بلديه اللي تكون مفعله، اللي تكون كتخمر، يلاه صوبنا يلاه خمرات يلاه طلعات، كتكون باش كنضمنوا ان الكرواسه ديالنا غتجي خامره. غادي نستعمل هنا السكر الاشقر، ندير هنا واحد 3 المعالق ديال السكر، بالنسبه للزبده 3 معالق ديال الزبده، بوماد، ولكن انايا كانت مزروبه شويه والله جبتها من الثلاجه فاضطريت انني ذوبتها، فذوبت هذيك الزبده ديالي. وواحد 2 حتى 3 معالق ديال زيت الزيتون. بالنسبه للزبده درت زبده حيوانيه وزيت العود وبيضه كيف قلنا، والحليب كاس ديال الحليب، الى احتاجنا الماء غادي نزيدو. كاس الحليب دافي فقط، غير دافي. اذا غادي نعجن هاد الخليط ديالي ونكملو بعد بقليل. كيف كتشوفوا كملنا، كملت الحليب، كاس الحليب ما كفانيش، اذا غادي نزيد الماء. اذا غنزيد كاس ديال الماء، غنزيدو في هذا الكاس ديال الحليب وغادي نشوف شحال غادي نقدر نزيد ديال الماء. بالنسبه للعجين ماشي، ما نخليوش العجينه قاصحه، ما نخليوش العجينه رطبه، من الاحسن تكون، المهم ماشي ديك العجينه اللي تكون مرخوفه، ماشي العجينه تكون قاصحه، ثاني كيف الحجر، العجينه تكون عاديه ما قاصحه ما رطبه. اذا ها اللي شاط لي من داك الكاس الثاني اللي زدت، هذا هو الشكل النهائي ديال العجينه. بالنسبه للعجين غادي نخليها تخمر، نخليها تخمر واحد 2 تخمر وننزل ديك الخميره، بما انها غير بالخميره بلديه نعطيها وقتها. ما كتشوفوا هنا راها خمرات، نخليها نعطيها وقتها، شوفوا الخميره كيفاش راها خمرات، ونعاود عاود ثاني غادي نعاودها المره الثانيه ونخليها تخمر، وفي المره الثالثه غادي نسرحها ونبدا باش ندير ليها الزبده. بالنسبه للزبده عندي هنايا الزبده سبيسيال، زبده تاع العبار او زبده حيوانيه. غادي نشدها، درتها في هذيك البلاستيكه، وغادي نسرحها ونديرها في الثلاجه باش تجمع، باش تكون مورسو واحد او طرف واحد، باش نديرها وسط العجين. هنا درت شويه النشا باش طلق سميتو، درت هنا الزبده ما مشات لي اللقطه، درت الزبده رجعت عليها العجين، غطيتها كاملة، درت الزبدة في الوسط ودرت الأطراف تاع العجينة وغطيت هديك الزبدة كاملة حتى ما كتبقاش باينة لينا الزبدة حتى من شي جهة، ومن بعد كنطلقوها. بالنسبة للعجينة ملي كنطلقوها كنديرو 3 عطيات، فكنديرو الطية الأولى والثانية والثالثة. بالنسبة ليا أنا درت طية وحدة درتها مركبة ماشي سامبل، بالنسبه ليكم بغيتو ديروا 3 طيات سامبل، فكنديروا غير انا هنا درتها مركب، كندير الاولى، انا هندي فيها بحال فيها 2 طيات، هذه فيها 2 طيات اقتصادا للوقت، كنخليها ترتاح وكنعاود ثاني مره اخرى نطلقها. بالنسبه ليا انا طلقتها، جاتني العجينه ساعدتني انني باش نطلقها، فطلقتها خليتها غير شي شويه وطلقتها، ما خليتهاش بزاف، صافي كنطلقها عاوتاني، كنحاول مع ديك الزبده كتكون كتبدا تقصح شويه لداخل، كنبقى معها شويه بشويه حتى كترخف ليا،
كان وكنطلقها. بنت كيف ما قلت لكم درت جوج دورات في المره الاولى، دابا غندير غير دوره واحده صافي ونسال. اذا ثلاثه الدورات اللي عندنا في كرواسه. ده غادي نبقى بهذه الطريقه حتى غادي نطلق العجين ديالي، وغادي ندير هنا طيه ديك السامبل. غادي طيه وحده، غادي طيه وحده. الا بغيتو ديروا نفس هذه الطيه ثلاثه المرات كدير ثلاثه المرات. اذا صافي هذه العجين ديالي قسمتها على جوج، وغادي نبدا هذا النص الاول طلقته السمك ديالو. ها هو نتوما كتشوفوا قداش ماشي نديروها ثاني رقيقه بزاف، ماشي ما نخلوش غير باش تجينا زوينه صافي. وكنبدا باش ندير باش نبدا نشكل. كناخذ هنا على شكل كرواسون، كنديرها على شكل مثلثات. اذا انا بغيت ندير هلاليات او كرواسه اللي كتكون على شكل هلال. اذا هذا هو الطريقه باش كنقطعوها وكنبداو التشكيل ديال الكرواسه ديالنا. اللي بغى يدير على شكل بيتي بانات ممكن، كلشي ممكن. شناك نفس الطريقه كنديروا بها كاع الاشكال اللي بغينا. كندير هنا الشكلاط وكنقطع واحد القطيعه في الجلب وكنلوي، كنجبد شويه وكنمشي هكا حتى كنصوب الشكل ديال الكرواسه ديالي. هذا هو الشكل ديال الكرواسه كيف ما كتشوفوا. غنديروا وحده اخرى اذا هذا هو الشكل ديال الكرواسه. وهنايا كنديروها في الطابه، كننزلها غير واحد شويه وكنخليها حتى كتخمر. ملي كتخمر كندير الحليب والبيض، كندير صفر ديال البيضه مع شويه الحليب، وكندهن الكرواسه وكنكون شعلت الفران درجه الحراره 180 درجه. كنخليه ندخلوها باش طيب وباش توجد لنا هاد الكرواسه بالخميره البلديه. فهذه انا اول مره كندير كرواسه بالخميره بلديه، عجبتني جات زوينه. هي ما جاتنيش تقريبا بحال كرواسه اللي بالفورس 100%، ولكن جات زوينه وجات صحيه ولذيذه. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكرواسه ديالنا، كرواسه ديال صدار بالخميره بلديه بدون دقيق ابيض. فكنحاولوا ما امكن ناكلوا شي حاجه اللي تكون صحيه وندخلوها الكرش ديالنا، فعلاش لا نحاولوا ما امكن وخا نتعبوا فيها وخا سميتو، ولكن كناكلوا شي حاجه صحيه. هذا هو الشكل النهائي ديالها، شوفوا كيف جات من الداخل. كرواسه ديالتنا طبيعيه. كندوق نتلدد باش نشوف هاد الكرواسه كيفاش جات، لان كانت اول تجربه ليا باش نديرها بالخميره بلديه بطبيعه الحال، فانا عجبتني الصراحه. ايوا اي واحد كيعجبو شي حاجه بلديه وطبيعيه فعلاش لا نحاولوا ما امكن نبعدوا من الحوايج اللي صناعيين. كنحاولوا ما امكن باش غنقولوا نديروا 100%، ولكن نحاول وصافي. اذا هذه هي الكرواسه اللي قدمت معكم اليوم، كرواسه بالخميره بلديه بدون دقيق ابيض. كنتمنى انها تعجبكم وتروقكم، وتحياتي لكم جميعا وعلى التشجيعات ديالكم، وشكرا جزيلا على المشاهده، ونلتقي مجددا في فيديو جديد على القناه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.